السلام عليكم ترك عمله البسيط ولبى نداء المقاومة ليصبح جنديا وواحدا من المدافعين عن كرامة مدينة تحز وظل سائرا على هذا الدرب حتى أعاقه لغم لم يتمكن من بتر قدمه لكنه أفخنه بجراح لم يبرأ منها حتى اليوم وضعف من تلك الإعاقة إهمال قيادته العسكرية حيث تجرع العلقم طوال أكثر من عامين من المرض والمعاناة حتى إن والده يتساءل هل عجز تحالف من 17 دولة عن علاج جريح أصيب في واحدة من معاركهم؟ قصة الجندي الجريح جمال العزاني يحكيها في الفيلم التالي نتابعه ثم نعود. بسم الله الرحمن الرحيم أنا الجريح جمال عبد الحكيم العزاني جريح لغم في جبهة الضباب المسراخ ناجد قسيم أصبت في تاريخ 16/3/2016 بلغم من لغم حوثي حفاجي قرح بول لغم هذا بجبهة بجبهة الضباب أسعفوا إنه ولتشي عدان بعد ما أسعفوا إنه لا عدان ما خلاص كانوا أسبوع كلنا عملوا مصاريف أو أسبوعات مصاريف علاجات دخلوا أطباء بلا حدود كانوا شو بتقولوا له الرجل حقه خاله عارب يعني قل الأصابع يعني تحرك الأعصاب ممكن هلا هون يعني ما فيش عندي إمكانية إن أنا أقدر أسافر وبني لبرا على حسابي الخاص، أتعلق بعدن من عدن متعلق يعني روح برضه نفس الخبر هذا لهنا لهنا أصعب صعب أنه هنا التعبير إحنا من مستشفى إلى مستشفى يعني، لا البريهي، لا الروضة، لا الثورة، يعني هون كنا إيش؟ أتوقف حسابه أتوقف حسابه يعني، حوالي سنة فترة كبير يعني إحنا علشان إيش؟ الحساب هذا حق. رحنا على المندوبين رحنا على هناك رحنا قري كل مكان بني حول ربي بأصحاب الخير يعني مع هون يعني ما قصروش يعني جلست تقريبا سنه ونص في الجبهه ما اروح ما 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 قد ما قد جيتش على البيت هذه ما قد وصلتش برباشه يوميا على المدرس كنت انا وعبد القائد عبد الرحمن الشمساني حبيب الشراقي كثير من القياده في مجموعه واحده خلاص هما حيبوا من المستشفى يعني خرجناه من المستشفى بعد نزلنا بعده يعني شفتوا رجله على انت هون قالوا لي بالاصبع بس وشوفوا الرجل حقه يعني تعمل مره ورغم هذا انه تعمل مره زادوا في اهمال يعني في اهمال من جميع الجهات يعني روح قري ونا قري ونا من يوم لاين من شهر لا شهر من شهر بعد آه قاتلنا والحمد لله حررنا نجد قسيم باراده وعزيمه وما وقفنا يوم واحده بعد ما أصبنا أصبت والله لاقيت ما لا اتوقعه اللي لاقيته ما لا اتوقعه كنت اتوقع حتى يعني انهم ب... لا بينسونا بيعطونا حقوقي بيعالجونا اكبر مخالق الله يخالقه رحمه الرحيم ولا ما الجماعه يعني ما في ما في اهمال كثير سواء على ابني ولا على غير ابني يعني كل القرحه كلهم يصيحوا يعني لو كانوا متبطلوش الارجل هذين ما كانوا فوق الكراسي الان لكن خلص طلعوا فوق الكراسي طلعوا لهم فوق الكراسي ورقموا كذا نشان الصح وبعدين ايش حقوقهم ياكلوا ما يندش الصح يقولوا انه يندل الواحد كانوا القريح يندل له خمسة 5000 سعودي الشهيد يندل له 10000 بعدين ايش يقولوا لنا انهم اخذوا حق القريح للشهيد وحرموا القريح وندوا هذيك خمسه والعشره ما 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 جاءش العاده ما هلاش عاده ما فيش خلاص تحرم الا دخل دانا ريال لا من اي من اي حاجه من القيادي من هذا اللي على قول يندو التحالف تندي والسعوديه تندي وذابك لا سعودي تحرم لا دخله دانا ريال قال لك يعني انه توقف حسابه لانه يكون مرضى يعني بعدان هنا توقف الحساب حقه ما له شيء حساب كيف توقف في حساب هذا الشخص عادي قريح بلغم يعني مع المقاومة قلت له يعني بعدين في تاريخ 24 حصلت يعني مشكلة بيني وبين المندوب يعني أنا قلت له خلاص يعني حد هنا أنا بخرج من شارع جمال قال ما معوش بياس قال روح على يعني شوفوا لك أصحاب الخير يعني بروح أنا وأنت كمان يعني بارشوفه. قلت له أنا ما شرحش أنا شحات يعني هذا هذا الان دوله دوله تعالجه 18 يعني دوله تبعت دول التحالف يعني ما قدرش اعالج ابن رجل ابن 23 عملية على هذا القدم إلى الآن وصلت 23 عملية على هذا القدم أكثر العمليات كانت على حسابي الخاص بذهب ذهب أمي أكثر العمليات كانت بذهب أمي وكان عندنا أرضية في نادي قسيم حق الوالد باعها قالوا شو عملوا له زراعة عظم زراعة الأعصاب ربطوا له واحد كام خمسة وعشرين يوم ورجل فوق رجل كذا يعني مطارح كذا زي النون الذي هو مقباط وإحنا نزلوا يعني من فوق بعد المحفة حق المستشفى لا تحت وخرجنا ما ليه عند لعند الشمس يعني لعند عبد الحمود خرجنا ولا حدا قدر يستقبلنا لنا شيء والمندب حقه ما كنا لا باكر لا بعدين لا في حرب عندنا الا ما نسكيش نخرج الله. من جهه القياده قياده تعز حفظها الله وهداها ان شاء الله ربي يهديها ان شاء الله باذن الله يهديها انه يعرفوا انه هم على الكراسي هذه بسبب الارجل هذه والله ما طلعوا على الكراسي الا بسبب الارجل هذه ما افتخرش انا بنفسي في الف في ألف، ألف, الف 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 من الجرحى وفي عشرات من الشهداء انا ما اتكلم عن نفسي شخصيا هم طلعوا بسبب الكامل هذا يعني بسبب الجرحى والشهداء على الكراسي لولا الجرحى والشهداء والله ما كانوا على كراسيهم والحوثي ما والحوثي هذا وعطاشي ما قش دورنا انا هو قاعد يدور هذا القيادي وانا اللي دافعت عنه وفي الاخير شوف فين الان انت قبل ما أن تعمل معي اللقاء انا خرجت ادور ابحث عن مصاريف عند القياده لماذا يهمل جندي جريح ويترك لالامه حتى تنزع والدته اقراطها من اذنيها ويبيع والده ما يمتلك لشراء علاج ابنه كيف يمكنك انتظار النصر وأنت تترك جرحاك للإهمال وتلقيهم في غياهب النسيان وتصم عن أنينهم أذنيك تهمل جرحاك بينما تلزمك الشريعة الإسلامية والقانون الدولي وأخلاق البشر السوية بتقديم العلاج حتى لجرح أعدائك تلتزم الدولة بعلاج الجرحى بموجب اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان المؤرخة في الثاني عشر من أغسطس عام 1949 واليمن طرف في هذه الاتفاقيه لكن احكامها للاسف لا تطبق خاصه فيما يتعلق بعلاج الجرحى. مشاهدينا الكرام للحديث عن قضيه الجرحى، حقهم في العلاج ومن يتحمل مسؤوليه اهمالهم ينضم الينا من فيينا المحامي والناشط الحقوقي توفيق الحميدي رئيس منظمه سام للحقوق والحريات. مرحبا بك سيد توفيق. مرحبا بك وبجميع مشاهدي قناتكم الكريمه. شاهدنا قبل قليل شهاده او شكوى لجندي جريح مهمل منذ اكثر من عامين، ما هو التوصيف القانوني لهذا الاهمال لهذا الجندي الجريح ولامثاله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، انا اعتقد ان اهمال الجرح الاعداء في المعركه تعتبر جريمه وعلى المستوى القانوني وعلى المستوى الاخلاقي في نفس الوقت. نعم هنالك اتفاقيات عديده بما في فيها الشريعه الاسلاميه التي حثت بل والزمت المسلمين بمعالجه جرح اعدائهم في الميدان بل ومشاركتهم الطعام والشراب الى غير ذلك. معالجه جرحك الذين يقاتلون معك هذه تحكمها مجموعه من المعايير مجموعه من الاتفاقيات واولها المعيار الاخلاقي. والمعيار الوظيفي ما دام هذا الجندي قد انتسب الى القوات المسلحه فهو بموجب هذا الانتساب اصبحت الدوله ملزمه بحمايته وتوفير العلاج له وتوفير الراتب والدورات في حاله السلم وفي حاله الحرب ايضا تلتزم الدوله باكبر قدر ممكن بحمايته حتى لا يقع فريسه للقتل السريع وإذا أصيب تتحمل هذه الدولة المسؤولية الكاملة عن علاجه وسواء في داخل البلد أو في خارج البلد وتوفير له راتب يضمن له حريته وكرامته الإنسانية إلى غير ذلك نعم. للأسف الشديد الحرب دائما تبرز الاخلاقيات السيئه او تبرز الجانب المظلم من الانسان الذي ربما لا لا يظهر في في غير هذه الحرب، الحرب اليمنيه اظهرت لدى كثير من الاطراف بما فيها للاسف الشديد الحكومه الشرعيه ابشع ما فيها، اليوم من يتابع وسائل التواصل الاجتماعي يتابع الاتهامات المتبادله بشان الفساد المتعلق بالجرحى للأسف الشديد يصاب بكارثة نحن الان امام جريمه مركبه جريمه اهمال الاسير وجريمه فساد في حق الاسره وربما جريمه اختلاس واكل حقوقهم وبالتالي انا اعتقد انه او ادعو من على منبركم الكريم رئاسه الوزراء الجديده لفتح تحقيق جدي في قضايا الجرحى اليمنيين في الخارج وعن سبب اهمالهم والجهه التي تسببت في اهمالهم وأين ذهبت أموالهم؟ لأنه من العار، من الخزي، من الشهامة، من كل ما يمكن أن نعم. نتحدث عنها عن سيد توفيق تحدثت عن, عن أن يترك هذا سيد توفيق تحدثت عن المسألة النظرية وكيف أن الأخلاق تلزم الناس بعلاج العدو، ما بالك بعلاج من قاتل معك، لكن هل هناك من قانون يلزم الدولة وينظم مسألة الحق في العلاج؟ طبعا الدستور اليمني واضح ان الدولة اليمنية كمعيار عام هي مسؤولة بالدرجة الاساسية عن مواطنيها مسؤولة عن توفير الحماية مسؤولة عن توفير العلاج وان لم يوجد لدينا اليمن في الفترة السابقة لم تكن تشهد حروب ولم ينشأ قانون بهذا الشيء لكن هنالك قوانين متعلقة بالصحة متعلقة بغير ذلك الدولة اليمنية موقعة على مجموعة من الاتفاقيات من ضمنها الاتفاقيات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والصحية إلى غير ذلك الحكومة اليمنية معترفة وموقعة باتفاقية جنيف إلى غير ذلك وبالتالي هذه الأمور هي ملزمة بموجب الدستور اليمني لأن الدولة في نهاية المطاف هي المظلة التي يستظل تحتها الناس وما دام هذا الجندي أو قاتل استظل او انتمى الى مؤسسه عسكريه اصبح هنالك نستطيع ان نقول اتفاقيه وان كانت غير معلنه او غير مكتوبه لكنها ايضا ضمنيه وبموجب الدستور اليمني الحكومه ملزمه وخاصه المؤسسه العسكريه بتوفير العلاج الذي ينتسب اليه بتوفير العلاج اللازم والكافي ولهذا المصاب في ساحه المعركه هناك من يقول ان هؤلاء ذهبوا للقتال من 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 ذات انفسهم و يعني بالتالي مساله تحميل الدوله احباء ما تعرضوا له امر غير عادل اعتقد مثل هذا الكلام خطير وخطير جدا لاننا اليوم في مثل هذا الامر يفتح الباب كبيرا عن اتهامات متبادله داخل الحكومه الشرعيه وبالتالي انا اعتقد انه لم يذهب اي جندي اليوم يقاتل لارض المعركه بمفرده بمعنى الى اي جبهه سيذهب من المسؤول عن هذه الجبهه من الذي سيوفر له هذا السلاح من الذي سيوفر له الطعام من الذي كان يوفر له مونة السلاح بالتالي هذا الكلام لا حجة له لأنه ليس منطقيا أن يذهب رجل من بيته يحمل سلاحه ومونته وذخيرته وينتمي إلى أحد المواقع العسكرية التي تشرف عليها الحكومة ثم في النهاية تقول هذا أتى من نفسي هذا كلام يعني نوع من الهروب ونوع من اللا يعني كلام غير مسؤول من المفترض أن يحاسب عليه من يتحدث عن مثل هذا الكلام نعم هل يمكن للجريح المهمل المحروم من حقه في العلاج او للجرحى بشكل عام اللجوء للقضاء جراء هذا الاهمال وضد من بالضبط تتجه مثل هذه الدعوى؟ اكيد ما دام في الحكومه الدوله اليمنيه هنالك محكمه اداريه مختصه في مثل هذه الامور والجهه التي مسؤوله بالدرجه الاساسيه هي الجهه التي ينتمي اليها مؤسسه الجيش او المؤسسه الامنيه هي التي مسجل في كشوفها والتي يستلم منها الراتب والتي ياتمر باوامرها والتي يحمل رب شعارها او رتبتها الى غير ذلك هذه المؤسسه ملزمه وعلى القضاء اليمني يعني ان ينظر في اي قضيه ترفع من اي مجند او ضابط ضد هذه المؤسسه ويحكم له بالتعويض العادل والعلاج اللازم لتعود له حياته وكرامته الطبيعيه التي كانت قبل هذه الاصابه. نعم لكن يظل هذا الكلام سيد توفيق ولنكن واضحين وصريحين يظل يعني كلام نظري مطروح ليس بإمكان أحد الاتجاه للقضاء الآن لأنه المنظومة القضائية ذاتها ما زالت خارج الفاعلية عموما لا 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 أنا أدعو أنا أنا لا أتفق معك في هذه النقطة يجب على الجرحى أن يؤسسوا ويشكلوا كيان هنالك مؤسسات موجودة في عدن وإن كانت بالحد الأدنى يجب أن تلاحق الحكومة لكن ان نظل من بعيد على وسائل التواصل الاجتماعي هذا امر مطلوب لكنه غير كافي، يجب يعني. ان نذهب الى القضاء لانه نحن شاهدنا برغم عجز القضاء الا انه اصدر اوامر بالافراج عن معتقلين سرا في عدن في سجن بير احمد، نعم. واضطرت دوله الامارات والحكومه الشرعيه ان ان تفرج عن هؤلاء بموجب اوامر قضائيه وكذلك الجرحى. أنا مم. أعتقد أنهم إذا اتجهوا، أعتقد هنالك محامين هنالك يجب أن تؤسس لهم رابطة قوية ويتحركوا قضائيا في مثل هذه الأمور إذا كان هنالك إهمال واضح ومتعمد كما نشاهد في هذه الحالة ماذا عن دور المنظمات الحقوقية التي يعني العاملة في الميدان؟ هل يمكن أن تتجه إلى 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 هذا ال الجزء من الحقوق المهدورة؟ في بإمكانها أن توصف الحالة لك بامكانها ان تقول لكن في النهايه اي مؤسسه او منظمه لا يمكن ان تذهب الى القضاء بدون ان يكون هنالك توكيل رسمي معتمد من قبل هؤلاء المتضررين لانه في اي دعوه من شروطها ان يكون هنالك مصلحه متوفره لمن يرفع يرفع هذه الدعوه ولا تتوفر المصلحه في مثل هذه الدعوه الا للجريح ذاته وبالتالي نعم. على الجرحى ان يفوضوا ويوكلوا سواء منظمات او, أو مؤسسات او محامي كذا الان اعتقد الامر سيتحرك وسيكون محرجا للحق اذا هذه دعوه من حضرتك للجرحى وللمؤسسات القائمه على شؤونهم ان تفعل الجانب القانوني على الاقل حفظ الحقوق الى ان تتمكن من رفع دعاوى قضائيه لاثبات واستخراج حقوق هؤلاء الجرحى سيد توفيق بل, بل, هل بل, من بل, بل من حق بل من حق بل من حقهم اليوم ان يرفعوا دعاوى جنائيه امام النيابه بشان القضايا المثاره بشان الفساد المتعلق باموال الجرحى اذا ليس الا من اجل الالزام وانما ايضا من اجل التحقيق في القضاء في الاموال التي يتهم فيها اطراف متعدده انها ذهبت بعيدا عن الغايه التي خصصت لها سناتي الى هذه النقطه سيد توفيق لكن انتم كمنظمات معنيه بمراقبه حقوق الانسان واوضاعها في اليمن هل هناك من احصائيات معينه لعدد الجرحى من هذا النوع الجرحى الذين يعني قاتلوا في صفوف الشرعيه والتحالف لا نحن للاسف الشديد نحصر في الانتهاكات التي تطال المدنيين لانه في النهايه هناك فلسفه في بشان الجرحى والقتل الذي يكون تحت مظله رسميه انه يسمح له ان يقتل مقابل ان يقتل يجرح مقابل ان يجرح يعني العمليه منتهيه وبالتالي نحن لا نحصر هذا الامر لكن هنالك التزامات متعلقه بالقانون الدولي بشان هؤلاء الجرحى هي واضحه ومحدده وايضا نحن نرصد اذا كان هنالك انتهاكات خالفت بمعنى ان ان يكون اسيرا ثم يتم نعم. الاجهاز عليه ان يكون اسيرا ثم يعذب او ان او, أو ان أو ترتكب جريمه اباده جماعيه بحق مجموعه نحن نرصد مثل هذه الانتهاكات لكن اذا كانت العمليه في ميدان المعركه اثناء اطلاق النار والمواجهه فاعتقد نحن لا نرصد مثل هذه الحالات نعم. لانها خارج الاطار المحدد لنا هناك جرحى عادوا من الخارج يعني ذهبوا للعلاج في بعض الدول لكنهم عادوا دون ان يتلقوا اي نوع من العلاج، الا يدل ذلك على وجود فساد في الجهات المختصه؟ بعض هؤلاء الجرحى عاد من تركيا، بعضهم من السودان بل ان من كانوا في السودان طلبوا هم العوده بدون علاج يعني ليعودوا لي الى ذويهم بعضهم عاد من عمان بسبب رفض الهند منحوا تاشيره الدخول آخرين سمعنا أيضا أنهم معتصمون في القاهرة ألا يدل كل ذلك على أن هذا الملف فيه ما فيه؟ أخي الكريم من الأمر المؤسف أن, 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 أن تقرأ ملف الجرحى وتقرأ في مقابله ملف الوظائف خاصة في وزارة الخارجية بمعنى اليوم الحكومة الشرعية أصبح هؤلاء الجرحى أشبه بالأيتام على موائد اللئام مع 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 يعني بين قوسين لهذا اللفظ لكن مم. هذا هو الواقع يعني ان يطرد الجرحى الى الشوارع ان لا يجدون قيمه العلاج لا يستطيعون سداد الرسوم اين هي السفارات ما وظيفه السفارات اليمنيه في الخارج اليوم ليس من مهمه السفارات انشاء علاقات دبلوماسيه راقيه اليوم نحن في حاله حرب يجب تحدد وظيفه السفارات في الخارج وهي تحرير او توضيح على جوهر الازمه اليمنيه ونقل مثل هذه الانتهاكات لتشكيل رأي عام ثم العناية بمثل هؤلاء ما هي لا نريد منهم أي وظيفة أخرى وبالتالي اليوم من العيب أو من العار أن يطرد جريح في دولة فيها سفارة يمنية من العيب أو من العار أن يعود يمني في من دولة فيها سفارة يمنية والأغرب والأدهى أن تجد كثير في ملفات الجرحى أنه يشرف عليهم مدنيون أو صصعت تقول سماسرة لا يوجد حتى أطباء متخصصين يرافقون مثل هؤلاء الجرحى وهم الذين يحددون الحاله ويتفاهمون مع الجهات المختصه، القضيه تحتاج الى اعاده نظر، ملف الجرحى انا مره دعايت الى انشاء حكومه مصغره تتكون من خمس وزارات فيها وزاره خاصه بالجرحى والمعتقلين، لان اليوم هذه اصبحت حاجة يمنية ملحة هنالك جرحى كثر وهنالك معتقلين كثر هذه الوزارة تهتم بأهاليهم باحتياجاتهم بمعاناتهم ويصبح جزء من الملف السياسي اليمني في الخارج هذه دعوة إلى تغيير مفهوم السياسة الخارجية اليوم لدينا في بعض الدول تجد أكثر من خمسين موظف في السلك الدبلوماسي والدولة كلها ربما لا نحتاج إلا موظفين اثنين ربما اليوم نحتاج إلى أن نجمع أكثر من سف أكثر من دولة في سفارة واحده القضيه هنالك فساد 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 مريع في الحكومه اليمنيه الجرحى ليس من ضمن اهتماماتهم والامر بسيط جوهر المشكله بسيط ان هؤلاء الجرحى ليس من بينهم ابن وزير ولا ابن سفير ولا ابن وكيل وزاره ولا ابن رئيس جمهوريه ولا أخو رئيس الوزراء وبالتالي هؤلاء ابناء الشعب المطحون الذي خرج يدافع عن كرامته عن استقلاله لا. اليوم المشكله ان العالم الخارجي والداخلي غير مستوعب حتى الازمه اليمنيه الحكومه صحيح. اليمنيه تنظر للازمه اليمنيه بانها عباره عن ازمه صراع لا الازمه اليمنيه ازمه كرامه ازمه حريه ازمه ثوره حقيقيه خرج من اجلها الشعب هذه المفاهيم العظيمه لا يستوعبها رئيس الجمهوريه ولا يستوعبها رئيس الوزراء ولا يستوعبها هؤلاء القائمون في الخارج هؤلاء يستوعبون كم الرواتب وفي اي فنادق يسكنون والى اين تسافر عائلاتهم لدينا لدينا وزاره لحقوق الانسان سيد توفيق لدينا وزاره لحقوق وزارة هذه الانسان هل من دور لهذه الوزاره في هذا المجال؟ ليس لدينا اي وزارات حقيقيه هذا ما يجب ان نعترف فيه لدينا كما ذكرت لك لدينا اليوم لدينا على سبيل المثال بنك مركزي لكن ليس لديه وظيفه حقيقيه، لدينا سفارات في الخارج ووزاره حقوق الانسان وكل التقارير الدوليه الصادره من الخارج تاتي لادانتنا، ما 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 جوهرها؟ ما عملها؟ انا اعتقد اليوم نحن بحاجه الى خمس وزارات او اربع وزارات ليس الا لحل هذه الاشكاليه. اليوم الوزير يوظف ابنه وزوجته وبنته وعمته وخالته والفساد الذي نشر يعني يستحي الانسان في مثل والذي قام الناس بثوره ضده من منذ الاساس يعني هل يمكن اعتبار تتكرر المشكله هل يمكن اعتبار قضيه اهمال الجرحى من قضايا البلاغ آه التي يجب على النيابه العامه فتح تحقيق فيها بمجرد العلم بها من وسائل الاعلام وغيره هي من المفترض لكن تحتاج الى تحريك ايضا من هؤلاء الناس انا من الضحايا انفسهم من الجرحى انا اريد ان ابين نقطه مهمه الانتماء للشرعيه لا يعني الافلات من العقاب هذا ما جميل. يجب ان يدركه جيدا ان نقف في وجه الشرعيه لا يعني اننا انقلابيون ايضا أم. لا 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 حتى لو جاءت وعيدت الأمور إلى نصابها سنحاكم من انتسبوا للشرعية بتهمة الفساد، وبتهمة الإهمال، وبتهمة المسؤولية، الشرعية هي نحن. نعم. هي الشعب، صحيح. هي ذلك الجريح، هو ذلك المسكين، هو ذلك الجائع، اليوم لا لا يتدثر أحد باسم الشرعية ثم يجوب العالم فساداً. لا يتدثر احد باسم الشرعيه ثم يبيع سياده البلد وكرامته، السياده الشرعيه هي كرامتنا، اينما وجدت كرامتنا هي شرعيتنا، اينما وجدت الدوله هي هي شرعيتنا، اينما وجد اليمن بحضارته بهويته بانتماءاته بتعايشته هي هذه هويتنا، اليوم يوجد في الرياض وفي غير الرياض وفي الخارج المئات من المنتمين للشرعية لا يمتون بصلة للوطن ولا يمتون بصلة للشرعية الشرعية هو ذلك الذي يعمل في الخفاء من أجل الذين يعملون في الميدان الذين يموتون دون أن يذكروا في تعزية الذين يستشهدون دون أن نعرف أين قبورهم أولئك الذين يربطون على بطونهم الليلة والليالي والكثير دون أن يعلم بهم أحد لا. الذين أجبروا على أن هؤلاء هم الشرعيين أما الذين تقارير الفساد تتحدث عنهم هؤلاء متهمون وسيحاكمون وإن حملوا راية الشرعية ألف عام نعم سيد توفيق إلى أن تتحقق العدالة ما المطلوب من أمثال الجريح جمال العزاني من من أهملوا ما هو المتاح أمامهم الآن المتاح أمامهم هو أولا دور المجتمع أن يقف معهم دور المنظمات اليوم أن أن, أن أن نوثق مثل هذه الحالات، دور النشطاء أن يتحركون أمام القضاء، يجب أن تتحول إلى قضية رأي عام. نعم. لا تتحول إلى قضية جمال أو قضية محمد أو قضية سعيد، لا. صحيح. اليوم جرحى اليمنيين هؤلاء هي قضية هي قضية كل اليمنيين، والقرحة على فكرة ليس إلا القرحة الذي انتمى للشريعة، أنا أعتقد كل جريح حتى ولو سقط في صفوف جماعة الحوثي هو في النهاية يمني. نعم. ملف مؤلم حتى أنا في الجانب الآخر من يعني ادعاءات لا يمكن يعني حتى تخيلها وبالتالي هذا الامر اليوم يجب ان تتحول الى قضيه الصحف انا اعتقد الصحف القنوات مواقع التواصل الاجتماعي كل يوم يذكرون قصه كل يوم يذكرون الم نعم. يضغطون بصوره او باخرى يعمل هاشتاجات تعمل حملات تتحرك القضايا هذه قضيتنا هذا المنا هذا وقعنا هذه كرامتنا لولا هؤلاء الناس اليوم لتغير المشهد كله وبالتالي أنا أعتقد أن هذه القضية مؤلمة أخلاقيا ومؤلمة على المستوى القانوني وعلى المستوى السياسي حتى هل من رساله يمكن توجيهها في هذا الصدد للحكومه الشرعيه للجيش الوطني للمراكز المعنيه بعلاج الجرحى الرساله الاولى هي للحكومه الشرعيه نعم هي ان تلتزم بوظيفتها الاساسيه بحمايه اليمني وكرامته واستقلاله اليوم قضايا الجرحى هي اولويه والله يا انا اعتقد اليوم لو خففنا الجهاز الاداري والسياسي الذي في الخارج وسلمنا رواتبهم للجرحى هذه اولويه وبالتالي اليوم على الحكومه الشرعيه ان تجعل هذا الملف من ضمن اولوياتها وهي دعوه لرئيس الوزراء على نعم. ان يجعل ضمن اولوياته وزاره مستقله للجرحى والمعتقلين. نعم. الامر الثاني على المجتمع ان يقف مع هؤلاء لان هذا هؤلاء الجرحى كانوا هم العنوان الابرز لكرامتنا، العنوان الابرز ليمننا. الامر الثاني على النشطاء خاصه في المناطق المحرره، خاصه في عدن ان يتحركوا امام القضاء. ويضعوا هذا الملف امام الامر الواقع، ايضا يجمعون على الجرحى واجب انه ايصال معاناتهم، تقاريرهم، اوراقهم من اجل تشكيل ملفات قانونيه ضاغطه في هذا الصدد. نعم. المحامي والناشط الحقوقي توفيق الحميدي، رئيس منظمه سام للحقوق والحريات، كنت معي من فيينا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك. كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب. الجندي الجريح جمال العزاني تمرست في أمان الله.